لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. طيب النهاردة إن شاء الله هنبتدي في الشابتر، احنا كنا خدنا شابتر 4 و 3 و 4 المحاضرة اللي فاتت، المحاضرة دي إن شاء الله هنشتغل في شابتر 5، وهنشتغل شابتر 5 بس عشان ما نجريش، عشان الناس اللي ما لحقتش تسمع المحاضرة اللي فاتت تسمعها. كنت ناوي النهاردة إن أنا أدي 5 و 6 بس خلينا النهاردة ناخد 5 اللي هو الإنبوت. إن شاء الله يبقى محاضرة سهلة وهتبقى الدنيا بسيطة فيه إن شاء الله. تمام؟ نبدأ بالشير سكرين. الناس اللي ما حضرتش قبل كده في لينك يا جماعه، خشوا على الدعم الفني، ارجو ان هو بالظبط يدي لهم الرابط على اليوتيوب او يدي لهم رابط الجروب بتاعنا كمان على الفيسبوك، بحيث الناس تقدر تتابع وتشوف المحاضرات اللي فاتت. وباذن الله اي مشاكل او اي حد عنده اي استفسارات، في ناس هنا معانا، في اخوه معانا هنا ممكن يساعدوا الناس ويحلوا مشاكلهم، وانا معاهم وانا اولهم طبعا. نبتدي بس نشير السكرين بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا الناس شايفة الشاشة حاليا؟ اوكي. طيب هنبتدي شابتر 4 اللي هو انبوت. احنا الانبوت احنا دايما واحنا شغالين كنا بنكتب الكلام بايدينا في البرامج وبنجربه بايدينا وكده. دلوقتي عندنا مشكله، عايزين اليوزر، عايزين اليوزر او المستخدم العادي يتفاعل مع البرنامج وناخد منه بيانات وكده. مهمه الانبوت المقصود بيها الانبوت من اليوزر، ان اليوزر بيدخل بيانات للبرنامج، وبناء على البيانات دي انا باخد قرارات او بايه او بعمل البروسيسنج للديتا اللي انا واخدها منه. تمام؟ البايثون في 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 ميثود فيها ميثود او في فانكشن فيه اسمها رو انبوت. الرو انبوت دي وظيفتها ان هي تاخد السترنج او تاخد من المستخدم الانبوت بتاع المستخدم، او المستخدم يكتب على الكيبورد وبعدين يديها للبايثون، البايثون يقرا اللي في الكيبورد ده ويخزنه عنده. ده بيتم بواسطه حاجه اسمها رو انبوت. الرو انبوت دي موجوده واستخداماتها كتير، وزي ما هي مجرد فانكشن او انبوت او يعني بلت ان فانكشن، حاجه موجوده في البايثون باي ديفولت، زي الاستر، زي الانت، زي الفلوت، زي التايب ما احنا كنا بندرس. فالموضوع فيها بسيط جدا. تمام؟ جاست انت بتقول لليوزر بتكتب فاريبل، والفاريبل ده انت بتدي له رو انبوت، وبناء على الرو انبوت هو بيستقبل سترنج من اليوزر، بيستقبل اليوزر بيكتبه. ليه سترنج؟ طيب هنعرف دلوقتي. يعني ممكن نكتب نيم ايكوال رو انبوت. تمام؟ سامح؟ لاحظنا ايه؟ احنا كتبنا دلوقتي نيم ده فاريبل ايكوال رو اندرسكور انبوت. تمام؟ لما دوسنا انتر ما الكونسول ما دخلش على السطر اللي بعديه، هو وقف هنا. وقف ليه؟ مستني الكلام اللي انا هكتبه. وبعد ما دوست انتر تاني هو خد الكلام ده وخزنه فين؟ خزنه في الفاريبل اسمه نيم، بدليل ان انا لو عملت برنت النيم هلاقي فيه اسمي او هلاقي فيه النص اللي انا دخلته. يبقى دي الوسيله حاليا، يعني طبعا بعد كده يعني الانبوت والجي او اي بيتكلموا عن تفاعل البرنامج مع اليوزر، لان يعني اليوزر ممكن تاخد منه البيانات بالرو انبوت وممكن تاخد منه البيانات بالجي او اي او بالجرافيكال يوزر انترفيس، يعني بالماوس بقى وشاشات وكده. احنا بس بناخد المدخل دلوقتي اللي هو بالانبوت او بالرو انبوت اللي هو بيتم من خلال كونسول هنا اللي احنا شغالين عليه. تمام؟ اوكي. نكمل. طيب
طب عايزين نوتيفاي اليوزر، عايزين نوتيفاي اليوزر كده ان هو يدخل، ان هو دلوقتي بيدخل بيانات او ان احنا عايزين منه بيانات يعني. فممكن نطلع رساله، نكتب ان هو صغير يعني بيطلع رساله، نقول له برنت انتر يور نيم، ونبتدي بعد كده ناخد منه النيم بتاعه، نقول نيم ايكوال رو input. رو input هقول له اسمي مثلا. طب انا عايز اطبع بقى الجمله كده منسقه وفيها الكلام اللي انا كتبته، اعمل print. عايز اقول له هاي مثلا، اقول له مرحبا بك او اي حاجه، هاي كوما. احنا عمرنا ما شفنا كوما في البرنت، بس هنشوف دلوقتي بتعمل ايه. نيم كوما هاو ار يو توداي. اوكي تعال نشوف الريزلت هنا. هاي سام حميد، هاو ار يو توداي. ايه بقى الكوما هنا مهمتها في البرنت؟ ايه مهمتها؟ ان هي بتعمل كونكاتينيشن او بتعمل دمج يعني ما بين الفاريبلز وبين النص العادي اللي انا بكتبه. يبقى انا ممكن استقبل من اليوزر الداتا او التكست اللي هو بيكتبه، وفي نفس الوقت اطلعه بطريقه منسقه او بحاجه تمام بشكل كويس يعني. تمام. طيب the print command and the comma، هو هنا بيشرح بقى الكوما دي مهمتها ايه وكده، ان انا بدل ما بكتب على كذا سطر انا ممكن ايه بعملها على سطر واحد. في برضه طريقة تانية أو في مثال آخر هو هنا مديه، اللي هو إنك تطلب منه الحاجة على نفس الليفل، على نفس السطر يعني. زي إيه؟ زي ما أكتب print enter your name وأقفلها، بعدين أعمل comma. سوري ده عشان هو بيكتب جوه فايل جديد، ممكن نجربها على سطر واحد يعني. name equal row input. I don't think ان هي تطلع. نجربها تاني. enter your name. طيب هي برضه عايزه فايل يعني عشان نعرف نكتب المسافات براحتنا وندوس انتر براحتنا يعني. برنت اوكي نسيب الفايل ده. نيجي نون انتر يور نيم سلام. تمام ده في حاله ايه؟ احنا خدنا بالنا نشرح تاني اللي احنا عملناه عشان اعرف الصوره. معلش انا عملت فايل ريد عشان اكتب فيه انتر براحتي ما اكتبش في الكونسول هنا، وبعدين قلت برنت انتر يور نيم كوما، وبعدين كتبت السطر اللي بعديه اللي هو نيم فاريبل ايكوال رو انبوت. يبقى انا هنا بطلب منه يعني بطلع له الرساله وفي نفس الوقت بطلب منه وباخد منه الانبوت بتاعه، وبطلع كلها على سطر واحد. وبرضه لو انا جيت عملت برنت للنيم هلاقيها برضه متخزن فيها ايه الكلمه اللي انا طبعتها. تمام الصوت واضح شباب؟ طيب الصوت واضح اوكي او طيب كده افضل كده افضل ها؟ طيب كده انا عدلت حاجه يعني فكده كده افضل. طيب تمام اوكي نكمل. فانا طلعت هنا البرنت هنا طلبتها على سطر واحد على طول. طبعا هي ده اذواق يعني، ممكن واحد يحب يطلعها كده، ممكن واحد يحب يطلعها على سطرين، ممكن واحد يعني اذواق يعني كل واحد كل واحد براحته يكتب بالشكل ده. المهم تقدم الغرض في النهايه، بس هي اشكال مختلفه يعني. ماشي
فهنا بدي مثال برضو على البرنت اللي هو ضرب الكومة، ان انا ممكن اكتب اكتر من برنت تحت بعضها. بس لو انا حطيت الكومة، لو انا حطيت الكومة هنا هيطلع بدل على سطر واحد. فانا ممكن ان هو يعني مفيش داعي خالص ان انا اعمل حاجه زي دي. انا طالما انا عايز على سطر واحد ممكن اكتبها برنت وهو سيمي دبل كوتيشنز وخلاص. فهو دخل هنا شويه في البرنت يعني. اوكي، طب نفترض ان انا عايز اكتب حاجه يعني اكتب رساله ضمن الرو انبوت. الرو انبوت نفسها فانكشن بتتيح لي ان انا اكتب رساله توضيحيه اليوزر بدل ما انا اعمل ايدي على البرنت. لا لا، هي على طول معناها السطر اللي هيتكتبها. فاهم برضه زي ما انت بتعمل ازاي؟ يعني انا ممكن اكتب مثلا نيم ايكون رو انبوت، هنا ممكن اخد منه او اكتب له برومبت انتر يور نيم. اوكي، فاول ما دوست انتر ما بقتش فاضيه، بقى السطر اللي بعديها كان المفروض بيبقى فاضي. فاليوزر ممكن يتلخبط، هو فاضي بس انا مش طالب منه حاجه. اليوزر ممكن ما يفهمش انا عايز منه ايه. فهو هنا انا طلعت له رساله بقول له انا عايز منه ايه، بيقول له انتر يور نيم. اوكي، كتبت ماي نيم بس كده. فهي دي رمبوت مسج او ايه، رساله توضيحيه تقول له انا عايزك تكتب ايه. لان انا ممكن اكون طالب منه رقم، ممكن اكون طالب منه اسمه، ممكن اكون طالب منه رقم الفاتوره، رقم ايه يعني. لازم اوضح له انا طالب منه ايه. ما يعني انا كبروجرامر انا عارف انا عايز منه ايه، لكن هو كيوزر فلازم افهمه انا عايز منه ايه. اوكي، هو في ناس جميله بتروح كاتبه كده بقى ايه، يعني بتطلع له رساله فاضيه وخلاص. طبعا الكلام ده مش كيوزر انترفيس مش صح، وكيو اكس ديزاين مش صح. لازم اليوزر يبقى فاهم هو البرنامج ماشي ازاي. تمام، طيب انبوت نمبرز. انا جيت دلوقتي اتعلمنا ان هو بياخد تكست، ودايما الرو انبوت بتريترن سترينج او بتريترن يعني ايه، يعني بترجع سترينج او بترجع نص او بتاخد منك نص. انا بقى اخد النص ده احوله زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت، احوله لانتجر، احوله لفلوت، احوله وات ايفر التايب اللي انا عايزه. بس الرو انبوت بتاخد نص. ليه بتاخد نص؟ يا جماعه ليه ما بتعلمش رقم او اي حاجه ثانيه؟ حد عارف ليه؟ او حد متوقع ليه الرو انبوت بتستقبل نص؟ ليه ما خلوهاش تستقبل رقم؟ ليه ما يعني ما خلوهاش تستقبل تاريخ؟ يعني ليه النص؟ حد كاتب؟ هو الشات مفتوح؟ اه الشات مفتوح والله. طب حد ممكن يرد على السؤال ده؟ ليه الرو انبوت بتاخد مننا نص؟ والله مهدي مش ما اعتقدش انها حسب النوع، لان هي بتريتيرن بدليل انت لو خدت منها، لو كتبت انتجر هتضرب منك. طيب هي بتاخد سترينج ايه من الفاريبل او ايه التايب اللي انا اقدر اكتب فيه اي نوع انا عايزه. برضو مش كده عمل، مش بالظبط كده عمل، بس ايه التايب؟ ايوه بالظبط، السترينج هو التايب الوحيد اللي ممكن اعبيه اي حاجه. ممكن اعبيه سترينج، تكست، نص، تاريخ، وقت، صوره، ملف، اي حاجه. بدليل ان في كونسبت في الكمبيوتر اسمه سترينجفاي او انك تعملها سيريزيشن. انك بتعمل سيريزيشن، يعني ايه سيريزيشن؟ يعني اي تايب او باينري او وات ايفر بتعمله سيريزيشن او بتخزنه كسترينج، وبعد كده السترنج تعرف تحوله لاي حاجه ثانيه انت عايزها. عشان كده السترنج هي موست كومن شيرد فيتشر، شيرد فاريبل بتوين اول لانجوجز. بدليل ان كمان الويب سيرفيسز الجديده او الخدمات اللي بتقدم يعني دي حاجه بتقدم لما الناس اللي شغاله في الويب بتعتمد على عدد المعلومات على او اكس ام ال او جيسون. تمام، انا شايف اني عم بشوف بشكل مش مشكله كده. فجماعه عندكم طيب، انا مش ملاحظ المشكله دي غير عندك انت يا روني بس، فممكن بعد اذنك تحاول تحل المشكله. يعني الصوت واضح بتاعي عند باقي الناس. اوكي طيب، فنكمل. فاحنا عندنا السترينج هم عملوها عشان نقدر نحول ما بينها وبين اي حاجه تانية،
فالسترنج عندنا هو الايه، هو الفاريبل الوحيد اللي بيمكننا من ده. اوكي، طبعا في لغات البرمجه الثانيه زي الجافا او وات ايفر، لغات متقدمه في تايب اسمه اوبجكت، ويمكن احنا هناخد الاوبجكتس بعدين. الاوبجكت ده برضو عباره عن فاريبل، او يعني فاريبل في لغه البرمجه تقدر تشيل فيه برضو اي حاجه انت عايزها. بس خلينا نتكلم بايثون دلوقتي. ان انا مثلا لو انا جيت عايز اخد درجه الحراره الفهرنهايت مثلا من اليوزر، فممكن اعمل temp string equal raw input. انا خدت من اليوزر دلوقتي بقول له انا عايز درجه الحراره، ماشي temp، فبقول له مثلا، بقول له مثلا ايه، بقول له 53 5.5. طبعا دي احلام يعني، تمام. وبعدين عايز اطلعها فهرنهايت مثلا، فبقول له بير ايكوال فلوت. فلوت دي بتعمل ايه؟ ها؟ فلوت دي بتعمل ايه؟ دي فلوت دي بتعمل كونفرجن للسترنج اللي انا واخده علشان يطلع في الفهرنهايت. وبعدين اعمل برنت فير، طلعها لي ايه؟ طلعها لي مظبوطه، صح كده؟ اوكي؟ فانا هنا عملت ايه؟ عملت كونفرجن ما بين الرو انبوت اللي خدته من اليوزر، لان الرو انبوت اللي انا خدته من اليوزر 35 ده سترنج، وبعد كده حولته لفلوت عشان اطلعها واستخدمها بقى في اي معادله انا عايزها في اي حاجه. فدي فهنا انا ايه، انا عملت كونفرجن ما بين السترنج تو فلوت. تمام، تعال ناخد نعمل المثال الجميل ده. لو او برنامج بيحول ما بين الفهرنهايت وما بين السيليزيوس. اوكي، فانا هنا بكتب طبعا الحاجات اللي مش لازم، انا احب ايه اختصارا للوقت اسحبها على طول. اوكي، تعالوا نعملها في برنامج منفصل، برنامج منفصل ونكتب فيه برنت تايب ان تمبريتشر الايه؟ بطلع له رساله بقول له اكتب درجه الحراره بالفهرنهايت. اوكي، وعملت هنا كوما عشان احسبها على طول، واقول فهرنهايت فهر ايكوال فلوت. وهنا عملتها على مره واحده، الفلوت على مره واحده، يعني خدها في سطر واحد رو انبوت كده، تمام. طبعا السطر ده كان ممكن يكتب على سطرين بالشكل ده، يعني السطر ده كان ممكن، انا عملت الاول تمب سترنج تمب ريستر كده ايكوال رو انبوت، اخد الانبوت من اليوزر، وبعدين في السطر الثاني اروح مديه هنا في الفلوت واقول له حول لي بقى اللي انا خدته من اليوزر ده للايه، التمب ريستر اللي انا خدتها دي لليوزر واشتغل بيها. فاللي حصل هنا ايه؟ اللي حصل ان هو عملها على سطر واحد، يعني استقبلت، خدت الرو انبوت هنا، خدت الرو انبوت وحطيتها على طول جوه الفلوت. يبقى ايه؟ يبقى انا خدت من اليوزر الداتا، وبعد وفي نفس الوقت على نفس السطر حولتها لفلوت، وعلى نفس السطر بعتها للفهرنهايت. اوكي، فدي فانا عملت كذا كذا اوبريشن او كذا عمليه في نفس السطر، ماشي. يبقى انا اول حاجه طلعت رساله بقول له this program converts Fahrenheit to Celsius، وبعدين عملت print، قلت له print type، طلعت له رساله بقول له type in a temperature in Fahrenheit، وبعدين استقبلت منه الدرجه الفهرنهايت. فاضل ان انا احولها Celsius، Celsius equal Fahr minus 32. دي معادله يا جماعه، يعني انا مش عارفها، دي معادله هي مكتوبه قدامي في كتاب بتاع تحويل فهرنهايت تو سيليزيوس. بس ادي البرنامج. انا ممكن بقى في النهايه كده اروح اعمل برنت برنت للسيليزيوس دي، ممكن اقول برنت ذات از ذا سيليزيوس ديجري. اوكي، عملت سيف، ارن البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقول له this program converts Fahrenheit to Celsius type in temperature in Fahrenheit، اقول له 35.5 مثلا، مش حافظ غيرها.
اوكي هيقول لي ذات از 1.9 مش عارف ايه ديجري. اوكي مثلا هنا ان سيليزيوس ديجري بس. اوكي فدرجة الحرارة مثلا عندنا النهارده 40 تقريبا، ممكن نكتبها 40 نشوف هتحولنا ايه. دي 4 سيليزيوس مثلا مثلا يعني. فهنا احنا هنا عملنا كذا حاجه، اتعلمنا ازاي نستقبل الانبوت من اليوزر، اتعلمنا ازاي ان من اليوزر ده جايب لي سترينج از سترينج اند اي كونفرت تو فلوت، انا ممكن احوله لفلوت، وطلعت الرساله، اتعلمنا ازاي نطلع رساله لليوزر نقول له احنا عايزين منه ايه، وتعلمنا ازاي ان احنا ناخد الانبوت دي نستخدمها بعد كده. في اي مشكله في اللي فات؟ في حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ ايوه طبعا الكلام ده محتاج انتوا تجربوه بايديكم وتشتغلوا تلعبوا بيه شويه يعني، بس في اي مشكله حتى الان؟ اوكي طيب نكمل. طيب يوزنج انت ويذرو انبوت، انا دلوقتي حولت فلوت، طب انا نفترض ان انا عايز احول لنمبر او لانتجر زي ما احنا كنا خدنا في المحاضره اللي فاتت، ان في انبوت في انتجر سوري وفي فلوت وفي فرق ما بينهم. الفلوت اللي هي رقم ارقام عشريه او ارقام ديسيمالز بليسز او ارقام، انما الانتجر هي ارقام ريال او ارقام صحيح، ارقام سوري ارقام صحيحه، وانتجرز دي ما بتقدرش بصوره عشريه. تمام، فانا ممكن برضو احول او استخدم البايثون ان انا احول ايه الانبوت تايب اللي انا واخده ده از سترينج الى انتجر. تمام تعال نشوف مثال، هو كاتب مثلا هنا ايه حاجه زي ريسبونس ايكوال رو انبوت. على فكره يا جماعه في ملحوظه بس سريعه، يعني انت ممكن اكتب جزء من الكلمه رو مثلا كده، دوس ازو زرار التاب اللي في الكيبورد اللي هو فوق الكابس لوك في الشمال هيكمل لي الجمله على طول، ده عشان بس توفروا ايه. How many students are in your class؟ اوكي تعالوا نكتب في البرنامج على طول احسن، جرب بس يعني نمسح ده. انا كتبت هنا ريسبونس وكتبت رو انبوت طالب منه عدد التلاميذ اللي في الفصل او في الكلاس ده، وطلعت له برومبت مسج عشان ايه يفهم انا عايز ايه. اوكي وبعدين ببتدي استقبل هنا طبعا الريسبونس ده التايب بتاعه ايه؟ الريسبونس ده التايب بتاعه از سترينج صح؟ انا عايز احوله لايه؟ النمبر اوف ستودنتس ده انتجر، فانا عايز احوله كانتجر، فممكن اقول نم of students equal conversion بقى conversion int response. اوكي وممكن اعمل كمان print لل num of students. يبقى انا طلعت response خدت منه raw input، طلبت من اليوزر عدد التلاميذ في الفصل، وبعدين حولت طبعا رجعوا لي سترنج، حولت عدد التلاميذ في الفصل اللي هو الانتجر ريسبونس ده لنمبر اوف ستودنتس وطبعتها. تعال نشوف الريزلتس، هاو ماني ستودنتس ار ان كلاس، ممكن اقول 7 كده مثلا. غلط، المره اللي فاتت ان مش اي حاجه ينفع كونفرتها لانتجر، كلمه 7 دي it is not an integer it is a string، يعني معنى ذلك انها مش هتحول. يبقى انا لو انا عايز احول البرنامج يشتغل صح لازم اديله رقم، ممكن اقول له 20 فطبع لي 20. اوكي تمام. From the web input from the web ان انت تستقبل تكست من الويب من النت، ودي اي او فانكشنز، اي او فانكشنز او انبوت اوتبوت فانكشنز اللي هي بتعتمد على فتح الملفات واستخدامها كباينري او بتريتن او الستريمز او كده. فهناخد بقى في يو ار ال هنسحبه عندنا نعمله امبورت، يعني امبورت
خدناها قبل كده في الراندوم وخدناها في كذا حاجه، ان مكتبات برمجيه موجوده جوه البايثون وانا عايز استخدمها، فبعمل لها امبورت هنا عشان اعرف ايه، عشان اعرف استخدمها. وبقول البايثون انا هستخدم اللايبرري اللي اسمها يو ار ان ليب في الايه في البرنامج بتاعه. تعالوا نجرب ان احنا نخش على فايل على الانترنت، على الموقع بتاع الكتاب ده اسمه مسج دوت تكست، معرفش لسه موجود ولا لا. نجرب يعني، ممكن ناخد اليو ار ال كده ونقول له هنا فايل ايكوال يو ار ال دوت يو ار ال اوبن، ونديله اليو ار ال بتاعنا، بعدين طلع مسج مسج ايكوال فايل دوت وبرنت للمسج. ايه اللي عملناه هنا؟ عملنا امبورت لللايبرري اللي بتقرا او بتاعت اليو ار ال، اللي هي بتقرا ملفات ثرو انترنت وبتفتح الفايلز ثرو انترنت، وليها طبعا استخدامات اخرى بس ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. وعملنا فاريبل من نوع فايل، الفايل ده مهمته هيستقبل اليو ار ال اوبن، اللي هي في ميثود اسمها يو ار ال اوبن اللي هي تفتح الفايل الموجود على الانترنت اللي في الباص ده دوت تكست على الموقع. عملنا فاريبل ثاني اسمه مسج ده سترنج، هيقرا هيخلي الفايل يقرا الموجود جواه ويخزنه في المتغير السترنج اللي هو اسمه مسج، وبعد كده طبعنا المسج. تعالوا ننفذ البرنامج ونشوف لو اليو ار ال ده مظبوط، هيقراه وفعلا ويعرض لنا الرساله اللي جواه. طبعا الدنيا بطأت، لاحظتوا ان في بطء حصل سنه، اوكي في بطء حصل سنه ليه؟ لانه راح كلم الانترنت، فتح كونكشن وعدى الفاير وول وعدى الكلام ده كله وشاف الفايل وبعدين قرا اللي جواه ورجع لنا هنا تكست اهو congratulations you just have made computer reach across the internet to get a secret message I hope you are enjoying it. اوكي فاحنا ايه اللي عملناه دلوقتي؟ اتعلمنا برضو فانكشن جديده او تريك جديده، ان مش كل الانبوت، لا في انبوتس ثانيه انا ممكن اجيبها من ديفرنت بليسز، من داتا بيز، من فايل اكزيستنج، من لوكال في اللوكال جهاز الكمبيوتر بتاعي، من فايل موجود على الانترنت في اي ويب سايت. تمام، في طبعا ريستريكشنز ثانيه ممكن نلاقيها بعد كده، ان الفايل ده ممكن يبقى عليه بريفنتنج اكسس او فاير وولز، او يعني طبعا العمليه مش سهله قوي كده، وطبعا ده فيه خطر كبير جدا لان اي حد معاه الكود سطر الكود اللي انا عملته ده ممكن يقرا الفايل ده. فطبعا الفايلز ما ينفعش تخزن بالشكل ده يعني، سكيورتي جامد اكتر من كده يعني على الحاجات دي. بس طبعا انا ايه جاست فور ليرنينج او جاست فور كنت بنستخدمها كده. تمام، فاعتقد كده ان الشابتر ده خلص، ومطلوب برضو مننا ان احنا نحل التست يور نولج وتراي ات اوت. انا ملاحظ يا شباب ان في ناس من المحاضره اللي فاتت ما بعتتش الحاجات بتاعت 3 و4، بس عامه الوقت مفتوح ليهم لحد ايه؟ لحد ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يعني. يبقى احنا الاسبوع اللي جاي مطلوب مننا الاساينمنتس بتاعت الثلاث شابتر اللي هم 3 و4 و5 على الويب سايت او على الجروب، ان احنا محتاجين الاساينمنتس بتاعت 3 و4 و5 عشان المحاضره الجايه ان شاء الله هنخش في جي يو اي او الجرافيكال يوزر انترفيس، هنتعلم ازاي ان احنا نطلع طبعا ليه انستليشن لوحده في برنامج لوحده بيركب او بلجن يعني اسمه ايزي جي يو اي، لو حد عايز يلعب شويه ينزل الايزي جي يو اي ويحاول يركبه مع البايثون. تمام، فهناخد ازاي ان احنا نطلع شاشات في البايثون ونعرض عليها الداتا وناخد منها الداتا وكل الكلام ده كله. اوكي؟ ف 3 4 5 محتاجين نحل الاساينس بتاعتهم وقبلهم عشان الحق اعلمهم ولو فيها مشاكل نحلها. Is there any integration between Python and as example C++؟ بص، هو في اي انتجريشن اي بروجرامينج لانجوج ثانيه ممكن تتكلم بعضها ثرو مالتيبل كونكشنز، لكن لو اللغات دي سي بيزد، لو كلها بتعتمد على سي، فانت ممكن تعمل لايبرز من سي وتعملها امبيدنج في كل في البايثون او في او سي بلس بلس. تمام، لان سي لانجوج هنا بتكون كومن بيزد ما بين جميع لغات البرمجه وبعضها او معظم لغات البرمجه وبعضها. انتجريشن زي ايه؟ انت ممكن تكلمهم بويب سيرفيسز، جميع كل ورقه
البرمجه دلوقتي بتسبورت انك تكلم الحاجات ويب سيرفيس. فانتجريشن ممكن ادور لك، انا مش عارف بصراحه اذا كان ممكن تعمل لايبرز بالسي بلس بلس وتمبورتها او تعملها امبورتنج جوه البايثون، بس اي دونت ثينك ان هي بالسهوله دي. تمام، فممكن نبحث في الموضوع. مشكورين وشكرا لوقتكم، وان شاء الله باذن الله المحاضرات تترفع على على اليوتيوب ان شاء الله يعني كتير. واخد اجازات عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله اشوفكم الجمعه الجايه السبت القادم ان شاء الله باذن الله. شكرا جميل. الاخ اللي عنده استفسار عن السي بلس بلس والبايثون رجاء ان هو يسيب الاستفسار بتاعه على الجروب، وانا ان شاء الله تحت امره ابحث له في الموضوع واساعده فيه ان شاء الله على قدر يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.